ده اللي يهمني كان يعني. طيب كابتن علاء، يمكن كابتن شريف ليه رؤيه ووجهه نظر مختلفه، واحنا بنتكلم، بص انا خليني صريح معاك، الناس هتطلع تقول لك ايه دلوقتي؟ ايه يا ريت لك لعبوا صغيرين صح؟ قلت لك بص الصغيرين كانوا بيلعبوا ازاي، مش تقليلا من طبعا، بس انا بتكلم على واقع الهزيمه. واقع الهزيمه في كل الاحوال واقع مش حلو، ولا جه من قادر تقبله في اي حال من الاحوال طبعا، بكبار بصغارين غير مقبول. لكن مفيش حاجه لو الصغيرين بيلعبوا او الكبار بيلعبوا، دي حاجه ثانيه خالص طبعا. بعض الناس هيقولوا كده طبعا، يا ريتنا لعبنا بالصغيرين. لا الموضوع مش يا ريتنا، الموضوع ان انت بتحضر الناس دي عشان حاجه اكبر. الصغيرين كان لهم وقت معين، لكن انت خلاص داخل 10 ايام وداخل على بطوله مهمه جدا، فعايز تجهز الناس اللي موجوده هنا، انك انت عامل احتمالات كتير قوي ان الناس ما تبقاش موجوده. صح. انت بعين المدير الفني، ايه اسباب الهزيمه الثقيله دي؟ اسباب الهزيمه الثقيله دي، اولا انت لعبت الشوط الثاني اداء وحش. نتكلم بس عشان ايه؟ ماشي. مش عايز نتكلم، احنا ادينا اداء وحش. الشوط الاول لحد كبير كان في شكل، كان في مجهود، كان في بعض الناس اتحرك كتير، ضيعت فرص شويه. الشوط الثاني في عوامل، مجهودك البدري نزل. مجهودك البدني نزل الشوط الثاني شويه من بعض اللعيبه، كويس؟ الى جانب انت بتلعب في نص ملعب اثنين مش نص ملعب مدافعين، فانا مش بلوم محمد مجدي ولا احمد ولا طاهر، بيلعبوا في اماكن مش اماكنهم، لكن موسيماني مضطر، هو عايز يشوف الناس كلها، فحتى التوظيف مش هو. فالمجهود اللي بوزل كتير قوي. الشوط الثاني ضيعت كم كور كتير جدا مقطوعه من غير اي لازمه يا ايمن. والكوره بتقطع بتيجي عليك انت هجمه مرتده، الموقف الدفاعي وحش، لازم بس نعترف يعني، لازم لما يكون في اخطاء واضحه لازم نقولها، في موقف دفاعي صح غلط بين ياسر ورامي. يعني حتى في هدف هاني حاول يغطي في اخر اللي جابه عبد الكبير الواد الجول، الهدف الثاني حاول يغطي هاني، بس صعب جدا ان الاثنين مساكين بعاد قوي عن بعض، والكره ارتدت وفي فرق سرعات صح بين ياسر ورامي والراجل المهاجم. مظبوط. الاخطاء دي لازم نقولها عشان دي حاجه واضحه، انت بتعالج اخطاء وعايز انت تحسن الصوره. لكن هو انت عايز ايه من المباراه دي او البطوله دي؟ تطمن على حاله وجاهزيه اللعيبه دي. طيب انا من رايي انت النقطه دي اطمنت عليها بنسبه كبيره، انا راضي جدا على حاله اللعيبه دي، يعني في لعيبه حوالي لعبت 70 دقيقه، انا عن نفسي راضي عليها. طيب راضي عليها بنسبه 70-80%؟ كويس. حلو. راضي عليها فنيا وبدنيا؟ بدنيا فنيا مش قوي، لسه ما وصلش حاله الفنيه، ما تقدرش توصل النهارده حاله فنيه عاليه. طيب وانك بص كمان انت بتلاعب فريق، لازم تتكلم عن فريق سموحه طبعا. اولا يعني ما اقدرش مثلا اتكلم عن سموحه، لا فريق منظم قوي، بيلعبك صح، سايب لك نص الملعب فاضي خالص، ومقفل نص ملعبه كويس جدا، ولعب على مساحاتك ورا، وبيلعب على مساحاتك لورا، والى حد كبير نجح. طيب فانت بتلاعب فريق كبير، فريق منظم، ماشي، وبتلاعب لعيبه لسه بقى لها فتره ما لعبتش، فطبيعي هيحصل الغلطات دي. بس لما تحصل غلطات دي النهارده وعندك وقت تصلح، ايوه، احسن ما تحصل فجاه كده في مباراه مهمه. أيوة. النهارده مباراه مش مهمه، انت أيوة. بتطمن على اللعيبه، انت ليك اهداف ثانيه خالص في البطوله دي. اهداف ناشئين وبتحاول تشوف الاحسن زي ما كان اسامه وعادل بيتكلم. أيوة. واهداف الناس اللي عايزه هتكمل معاك كاس العالم. فالنهارده ابتديت باللي هيكملوا معاك كاس العالم، وانا كنت انا موافق على الراي ده تماما. ماشي مظبوط تماما، وده احسن حاجه عملها موسيماني النهارده. ماشي. والتغييرات اللي عملها برده بيحاول يدي كل واحد الوقت، حتى التغييرات دي 70 هو خلاص، حتى الناس اللي خرجت دي خد منها اكتر حاله بدنيه موجوده. طيب